دي تظهر في الصورة وتفضحنا بالطريقة دي، ولازم نكون واضحين في الموضوع ده، وإلا هنكون حاطين رأسنا زي النعام في الأرض ونقول لأ أصل الإسلام فوق كده وده فوق كده. لأ، الصورة واضحة لكل واحد يشوفها إن في ناس بهدلت الإسلام وبهدلت البشر في الدول الإسلامية في أفغانستان وغيره، وقتلوا الناس وسحلوهم بطريقة، يعني في ناس أنا شفت صورة مثلا من واحد من التحالف الشمالي منيم في جثة لواحد طالبان حاطط عليها شوال وبينشن على التانيين، يعني عملية قسوة، يعني ما اقدرش اقول الحيوانات بتصرف كده، الحيوانات اكثر حضارة عن ذلك. بس اللي انا عايز اقوله ان احنا لازم نكون واضحين وما نضحكش على نفسنا، ويا دي كانت اهم حاجة. طبعا بالنسبة لافغانستان نفسها، الشخصيات اللي انا بشوفها في المؤتمر واللي بنقرا عنها دي كل يوم، دي شخصيات كلها مستهلكة، ولازم يظهر ناس شباب ناس جداد، غالبا ما يكونوا عاشوا بره وما مروش بالقسوة والقتل وما فيش ايديهم فيها دم. نعم. دي اساسي. شكرا جزيلا. نعم. تعليق سريع يا اخي. نعم. يعني اذا وجدنا واحد جاهل، نعم، فعل مثل هذه الفعلة ومثل بانسان مثله، نعم، ولا نرى ماذا يفعله الامريكان، نعم، في دمار افغانستان، ولا ما يفعله الصهاينة، ننظر، نعم، بعين اخرى كانهم ناس متحضرين. هذا امر جلل. الناس اللي معاها سلاح، اذا احنا في البرنامج زي ده استفزينا صوتنا بيرتفع. نعم. بالله عليك لو معنا انا اقبل الاستفزاز، ولكن لا اقبل الاستفزاز لضيوفي. يعني ارجو من الاخوه المشاهدين ان يستفزوني لاني قابل لذلك. نعم. ضربونا بال. طيب يعني دعونا نذهب الى الاخ عبد الحميد خضر من المانيا، والاخ سعيد دودين من برلين، وعبرهما اوجه نداء الى جميع الاخوه المشاهدين الذين يتصلون. أنا قابل للاستفزاز، ولكنني لا أقبل أن يستفز الضيوف الذين أدعوهم لذلك، لأنني أكون بذلك قد خرقت اتفاقا أخلاقيا معهم، وهو أن لا يتعرضوا لاستفزازات شخصية. أما الاستفزازات السياسية في المواقف هذه قضية أخرى، فأرجو أن لا يحرج الضيف على الهواء مباشرة. أخ عبد الحميد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور نبيل، أنا اقترحت عليك أنه تدعي بعض الأخوة من الأقطار أوروبية أخرى حتى نشوف وجهات النظر المختلفة. أخ عبد الحميد، أعتقد أنني وجهت لك الدعوة عبر الهواء مباشرة قبل أسبوعين حينما قلت لك تفضل وأهلا وسهلا. سأكون ضيفك إن شاء الله. نعم، أهلا بك. سأكون ضيفك، لكن نعم، سأتصل بك بالفاكس لعلنا نرتب الأمر. أخي الكريم، سنتكلم عن القضية بموضوعية شديدة. نعم. احنا العايشين بألمانيا هنا من قوم ثمود، هذول قوم يتطيرون. نعم. نعم. متشائمين جدا. الذي يحسن الظن في أمريكا أو الغرب بشكل عام بأنه له أجندات لتنمية العالم الثالث. نعم. وخاصة الإسلامية منها، فأعتقد هذا الظن ليس بمكانه. نعم. الحقيقة أنني متشائم جدا لمستقبل أفغانستان. نعم. وللعالم العربي والإسلامي إلى درجة كبيرة جدا. نعم. فهنا الصحف الألمانية تتحدث اليوم، الجرائد الألمانية، أنه الآن ستصبح أفغانستان مزرعة للمخدرات. نعم. ومكان لتصدير المخدرات لكل العالم، ونعرف أنه المخدرات يرتبط بها حتى رؤوس السياسة الغربية. نعم. هناك رؤوس في السياسة الغربية مرتبطين بالمخدرات. نعم. الحقيقة دمرت أفغانستان، ينسحب الأمريكان وتترك البلاد للفوضى الكاملة، وكل ما يعد فيه الناس أو يحاول الإعلام أن يعطون أمل في بناء أفغانستان وبناء استقرار في البلاد، هذا أمل يعني أجده ضعيف جدا. يعني أخ عبد الحميد، ألا ترى أنه يمكن الاستفادة من التجارب السابقة، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة التي تركت أفغانستان بعد أن خرج الاتحاد السوفيتي منها؟ يا سيدي، مو بس هالتجربة، هاي تجربتنا في فلسطين. نعم. معروف أنه المفتاح للتنمية هو حل القضية الفلسطينية، حل عادل. نعم. ومع ذلك صار لنا 10 سنوات أو 50 سنة نطالب بالحل العادل لهذه المشكلة ولم يتحقق. إذا ليس في أجندة الغرب تنمية العالم الثالث أو العالم العربي والإسلامي، فيجب أن يعني نزيلها من ذهننا حتى نفكر بموضوعية وبواقعية شديدة للأمر، حتى
حتى نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة. نعم. شكرا لكم وإن شاء الله أكون ضيفا. شكرا جزيلا للأخ عبد الحميد ومرحبا بك متى شرفت. الأخ سعيد دودين من برلين. مساء الخير. مساء الخير، أهلا دكتور سعيد. أول شيء شكرا للمحفوظة الزميل نبيل. في الحقيقة أنا الطبيب اكتشف عندي حساسية ضد الاستفزاز، فلذلك مش راح استفز لأسباب صحية يعني. أهنئك على على هذا الاكتشاف. نعم. أستاذ الكريم، أنا بتصور أنه واحد من أهم عناصر التخلف هي هو نظام التبعية. مش عايز أتطرق لكل جوانب نظام التبعية. هناك حرب تتم ضمن إطار مخطط هيمنة كوني واضح المعالم، ما يسمى بالنظام العالم الجديد. اسمح لي أن ألفت نظر الزملاء لعنصر بسيط جدا في مخطط الهيمنة. نعم. في شخص اسمه ديك شيني. نعم. معروف. نعم. قبل ما يبدأ يمارس مهنته كنائب لرئيس الجمهورية كان هو المدير العام لشركة هاليبترون. نعم. انرجي، ولا زال واحد من اهم مالكيها الان. هذه الشركة لها في لندن عندكم فرع اسمه براون اند روت LTD. تقصد في مدينة لندن؟ تقصد في مدينة لندن وليس عندنا. انا نعم في مدينة لندن. نعم. وهي الشركة الاساسية التي تشرف على عملية استغلال منطقة بحر قزوين. لا. قد نتكلم عن الحضارة وعن التخلف، وهناك أنواع كثيرة من الحضارة. لا أريد أن أعيد قصة روبنسون كروزو. لا. بل أعيد أن أذكر الحضارة التي تم عبرها إبادة 600 أسير حرب، وهذه جريمة حرب. لا. وأبيدوا بأحدث التقنيات وبمخطط الوضع المأساوي اللي بنمر فيه حاليا. نعم. احنا انه لم ندرك المفهوم العنصري للحضارة او للديمقراطية الاوروبية والامريكية. نعم. هل نسينا انه بعد 131 سنة من الحضارة الفرنسية في الجزائر كان 98% اميين لا بيقروا ولا بيكتبوا؟ نعم. هل نسينا ما جلبته الحضارة البريطانية؟ نعم. للشعب السوداني، المصري، الأردني، الفلسطيني، العراقي؟ نعم. علينا أن نحدد مفهومنا. أنا مفهومي للديمقراطية يتضمن سيادتنا الطبيعية على سيادتنا الوطنية على ثروتنا الطبيعية. نعم. وهو نقيض للمفهوم الديمقراطي الغربي. نعم. علينا أن نحدد مفهومنا للديمقراطية ومفهومنا للحضارة قبل أن نتحدث عن تخلف الأفغان. تحياتي للزملاء. شكرا جزيلا للأخ سعيد دودين من برلين. ولدينا أقل من دقيقتين لكي نذهب إلى نشرة موجزة للأنباء. تفضل أخ مؤيد. يعني كلام كثير حول يعني مواضيع كثيرة عندنا. نعم. أثيرت. يعني نختم أريد ركز عليها بالنسبة للأستاذ برهاوي على المود يعني على أساس الباوي. نعم. يعني قضية النساء في أفغانستان أنا أركز عليها. أنت تقول بأنهن يعني ما يعني يعني النساء هناك يعني بطبيعتهن يعني تحبون أن تعيش بهذا الأسلوب، بس أنا أخالف مخالفة شديدة لهذا الرأي. لأنك يعني لا تعرف. لا مو قضية المعرفة. مو قضية المعرفة. يعني قضية يعني هسه العالم الإنسان يعني إحنا نعيش في عصر يعني أنت لازم ما تقبل هذا الرأي بالنسبة لنا. يا أخي إذا أنت عندك حرية تتركهم يلبسوا اللي يلبسوه. قضية الحرية العبودية. إذا واحدة عايزة رجلها عريانة يعني ما تسيب الثانية. الحرية مو على قضية اختيار العبودية. اختيار العبودية. خلي كمل كلامي رجع. الحرية ليست بين اختيار. نعم. العبودية واختيار يعني أشياء أخرى. يعني لازم امرأة بكامل رغبتها تريد أن تلبس الحجاب. يعني المرأة مفروض عليها من حقها. يعني لا رجال اللي محيطين بها البلوش كلهم كده. البلوش كلهم هكذا. لا هاي مو بس أفغانستان. عندنا مشكلة في كل العالم. كل البلدان العربية والبلدان الإسلامية. هذه القضية. المرأة السفيرة في أفغانستان المرأة الشيوعية أو العلمانية. أيه؟ وهن قليل. نعم. والمرأة المحجبة هي التي تنتمي أيضا للتيار الديني لا حتى أو الأعراف. فإذا لكلا المرأتين الحق في أن تلبس
لكل المرأتين الحق في أن تلبس ما يفرض عليها حرية الملبس. أخ مؤيد إذن دعنا نذهب إلى موجز للأنباء، نعود بعده لمواصلة هذه السخونة في النقاش حول ماذا بعد أفغانستان. إلى أن نلتقي. من يسقط سيفك تأخذ حجر. إذن مساء الخير أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم وبضيوفنا في الأستوديو. نعود إليكم باسمين بعد أن رفعنا صوتنا ويدنا احتجاجا على بعض الاستفزازات ما بين الأخوة الضيوف في الأستوديو والأخوة المشاهدين، لأننا لا نود أن تكون الاستفزازات شخصية، إنما لا بأس أن يكون استفزاز في الموقف السياسي أو في وجهات النظر. قبل أن نعود إلى الأخوة الضيوف في الأستوديو، نقرأ بعض الفاكسات التي وردت. من شاكر حسين يقول: تحياتي للأخوة المشاركين في البرنامج. بخصوص الحكومة ما بعد طالبان، يجب أن تكون هناك حكومة غير إسلامية وغير قومية وغير إثنية أو قبلية، أي حكومة علمانية منتخبة من قبل الجماهير في أفغانستان ومبنية على أساس توفير جميع الحريات المدنية والسياسية وحرية المرأة ومساواتها مع الرجل، ويجب تصعيد الضغوط على الحكومات الغربية من أجل تحقيق هذه المطالب. المشاهد المستقل جوزيف شلال من ألمانيا يقول: رأينا وشاهدنا ما يعانيه الآن الإخوة الأفغان العرب، وهم يقدرون بالآلاف من القتل والتعذيب والمجازر، وجميع الأنظمة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ساكتة. هل نستطيع اعتبار هذا الحدث درسا للشعوب العربية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الغير؟ وهل سيناقش هذا الموضوع مع التقدير؟ ومن الأخ جوزيف شلال أيضا موضوع طويل اسمه قراءة في خطاب المشاهدين، وأنا أشكره عليه لعله يلقي الضوء على بعض الوقائع، حاول اقتطاف ما يتيسر. يقول: نضطر بين فترة وأخرى لتفريغ عقولنا مما نسمعه ونتلقاه من 99% من المشاهدين الذين يتصلون أو يكتبون إلى برامج القنوات العربية. هذا الكلام والخطاب غير العقلاني، وأحيانا يتخلله خطاب لا يتماشى أو يلتزم مع أسلوب الحوار الأخلاقي والتعبير العقلاني والمتزن. أخي الكريم، نرجو منكم أن تفتحوا قلوبكم الصبورة لنا والسماع منا ومن أمثالنا الخطاب الواقعي والعصري، والذي يختلف دائما عن نسبة 99% من المشاهدين العرب. شكرا للأخ جوزيف شلال، ونرجو أن تكون قلوبنا ليست مفتوحة وصبورة فقط، إنما قادرة على استيعاب جميع الآراء ووجهات النظر التي يبعث بها الأخوة المشاهدون. فرج الزوبعي يقول: السؤال: من الذي اعتدى على من؟ هل الغرب هو الذي شن حربا على الإسلام، أم أن الإسلاميين هم الذين هاجموا نيويورك وقتلوا آلاف الأبرياء بشكل همجي وفي قمة الوحشية والحقد؟ وصل الجابري من المدينة المنورة يقول: السلام عليكم، تحية مسائية طيبة لك ولضيوفك. شكرا للأخ وصل. أولا يقول: عبر برنامجكم أود تقديم الشكر الجزيل لإدارة المحطة على استحداث برنامج حديث الخليج الذي أعجبنا في مذيعه وموضوعاته ووقت عرضه. ثانيا، العالم يتكلم بلغة المصالح، والقوى العظمى أمريكا تعيش هاجس حماية مصالحها كل يوم مهما كلف ذلك من ثمن سياسي أو عسكري. ثالثا، أمريكا تنفق وأنفقت المليارات في الحملة العسكرية ضد أفغانستان حماية لمصالحها ولإعطاء درس عملي لكل من تسول له نفسه التعرض لهذه المصالح العالمية الأمريكية. رابعا، كما يقول الأخ وصل، في عالمنا العربي نعيش خوفا قادما يتمثل في الاعتداء على منظمات المقاومة العربية والإسلامية كحماس وحزب الله، وهما رمزان من رموز نضالنا العربي ضد عدونا المحتل إسرائيل. خامسا، بعد أفغانستان يجب أن تضع حكوماتنا العربية وأنظمتنا السياسية خطة طوارئ لمجابهة القادم والقادم السيء على أمتنا العربية. سادسا، رب ضارة نافعة،
فما حدث قد غير مفاهيمه وأحدث مفاهيم جديدة ربما